حياكم الله. ما قصة فاطمة أبو عكليك؟ ما الذي حدث معها؟ ربما هذا السؤال الذي يسأل اليوم في الأردن. عليه سأرحب بضيوفي لناقش هذا الموضوع. أبدأ بالدكتورة سلمى النمس، الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة. مساء الخير دكتورة. وأهلا بالأستاذة إيفا بوحلاوة مديرة مركز ميزان القانون ومحامية أيضا فاطمة بعكليك. مساء الخير ستي. وستكون معي عبر الهاتف فاطمة بعكليك صوت المملكة. بدأ أهلا بكم. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك. في جريمة بشعة أقدم رجل في محافظة جرش على ضرب زوجته، أدى إلى رفق عينيها بطريقة وحشية ما أدى إلى فقدانها البصر كليا. قال مصدر قضائي أن مدعي عام جرش أسند تهمة جنائية إحداث عاهة مكررة مرتين ضد الرجل. بحسب المادة 335 من قانون العقوبات، إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن 10 سنوات. مصدر قضائي آخر قال للمملكة إن العقوبة قد تشدد مع إضافة ثلث أو نصف العقوبة المقررة في المادة 335. بلغ عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة في الأمن العام إلى 10527 حالة بدأ من بداية العام حتى 31 من آب، منها 3260 حالة أودعت للقضاء، 1196 حالة اعتداء جنسي، 1806 حالات عنف أسري ضد المرأة، و226 حالة عنف ضد الأطفال. أهلا بكم من جديد. أهلا بضيفتي. سأذهب مباشرة إلى فاطمة أبو عكليك. مساء الخير. الحمد لله على سلامتك يا أختي. الله يسلمك يا أختي. أدرك أنك متعبة، لكن باختصار شديد ماذا حدث معك؟ دي ليلة الحادثة يعني مشاحنات كلامي قاعدين عادي، أصلا كنت نايمة يعني، فقل لي اعملي لي أرجيلة وقهوة، وقمت عملت له أرجيلة وقهوة. نعم. وحكى لي وقعد بدنا نحكي، غرفة لبيو وقعد صرنا نحكي عن مشاكلنا يعني، لأنه كنت حردانة قبلها بثلاث أيام. فبيحكي لي ليش بتحكي بوجه إنك ما بدكيش ترجعي لي، ليش بتعملي لي دعوات نفقة. حكيت له يعني لما يعني طلعت مع لولية ما في راتب، مين أصرف على الأولاد؟ بدهم يأكلوا بدهم يشربوا، والدكان اللي بناخذ منها صار لها 400 دينار يعني دين علينا. ما بحكي لي لا كيف تتنازل عن الدعوة. نعم. كيف تم الاعتداء؟ أول إشي كنت تهاوش أنا وياه، فحاول أول إشي يطعني بالسكينة، بعدين كثر ما ترجت وما يعني بيجي بحاول يرد يرجع يقعد. آخر شيء تحججت إني بدي أطلع على بيت الراحة يعني. نعم. لما طلعني بريت الغرفة هربت على الغرفة اللي نايمة فيها أولادي وصحيتهم، فزعوا لي بحكوا لي شو مالي، بحكي لهم إنه أبوك بديم يذبحني وأنا مش هامل إشي يعني، قلت لهوش إشي مش هامل يذبحني. فلما شافوه زي هيك وقل لي وطي صوتك مشان الجيران يعني ما يسمع صوتنا، آخر شي حكى لي يلا أنت وياهم مع غرفة الضيوف. حطنا أنا وياهم غرفة الضيوف، صاروا الأولاد كل ما يهجم علي يدافعوا عني. آخر شي يعني قد ما تعبت أنه يقول لي ما قدامك حلين، يا إما أذبحهم قدامك وتموتي بحسرتك عليهم يا أذبحك قدامهم.
حكيت له لا ما لهم مش دخل، يعني كل هاللي عمله أنا وعايش عشانه مشان تذبح لي ولادي. خلص طلعهم، فتح غرفة الضيوف، طلع الأولاد الكبار، صارت لبويري تعيط. فإجت فوتها وأخذوا الأولاد السكين من أبوهم غصب عنه. فلما فوت البنت الصغيرة هجم على ملقط الصحن يكون مبوظ، فإجا بده يحطه بعيني ويطلع. صرت أتهاوش أنا وياه وتشادد أنا وياه عليه، قلته منه بس طعجته. فقال لي والله لا أقلع عيونك، والله لا خليك عاها طول عمرك، بديش أسعى أذبحك تفوتي جنة من وراي، لا بدي إياك كل يوم تموتي بعاهتك. كنت صرت أخبي يعني هيك كديت عركها بي، صرت أخبي راسي بين ري وإيدي، صار يخنق فيي مشان يرخى أعصابي. مسك عيني الأولى طلعها بأصابه وأنا أصيح وأنادي، وحاولوا الأولاد يخلعوا للباب مشان يفزعوا لي ما قدروا. إجت البنت بيني وبينه بحاول أدافع عن حالي بالمنقط، مطعوج ما إجاش فيه، وخفت أضرب ضربة يعني تيجي بالطفلة. آخر شي صرت أترجع يعني عشان البنت هاي، مش بتحب بنتك؟ مشان الله خلي لي عين أشوف فيها أخدمها، يعني أخدم أولادها. قال لي لا والله غير كعلت التنتين. رد مسك العين الثانية وقع لي أنا، رد مسك سمي وصار يشد بسمي بده يطلع لساني يقطع لي. صرت أعذب أصابعه، أعذب أصابعه ونادي، بعرف شو خلاه يتركني وهرب. لما يجوا الأولاد يفتحوا فكروني أنا عايشة ما عمليش في إشي، لما طلعوا علي أمي مليش بش عيون، من الخوف هربوا هم الثانيين برجة البيت. طيب يا أختي بدي أسألك سؤال، أنت قلتي لنا قبل ما نسألك سؤال إنه كنت أنت وياه على خلاف وكنت عند دار أهلك مزبوط؟ يعني راح على دار أهلك وردك أول مرة بتصير بيناتكو بضربك بعنفك أول مرة ولا هذا معتاد على هذا الموضوع؟ لا هاي إشي روتيني صار بحياتي أنا، صارت عادي يعني عادي. طيب هاي الليلة يعني كان الناس الآن بتفكر معقول كان ماخذ له حبتين، كان بوعيه ما كان بوعيه، ولا كان يتصرف بخطة هو عامل خطة براسه وقاعد برتب فيها؟ قبل مشكلتنا بثلاث أيام كسر تليفوني، ما حكيت له، قلت له خلص والله غير تشتري لي واحد، يعني لأنه كان هو تعبان شوي التليفون. ليلة المشكلة كسر تليفونه، تليفونه جديد يعني من النوع الحديث. حكي لي طب ليش كسرته؟ ملناش يعني ثلاث أشهر أو أربع أشهر مشتري. بحكي أنا حر بديش أتواصل مع حدا ولا حدا يتواصل معي. وما كانش يعني لما رجعت من عندي اللي ما صارت بيني وبينه مشاحنات هاي، بس إنه إيش لما حشرني بغرفة الضيوف إنه ليش أنا أقول له أني أنا رجعت عشان أولادي، حرام يظلوا مثل هيك اليتامى أو يعيشوا عند مرت أب تذلهم، أو مثل مثلا إله ابن أخوي حرام أو مرته طلقها والولد في الشارع يعني. طيب أختي هو كان يتعاطى؟ بتعاطى صحيا كيف وضعه؟ نفسيا كيف وضعه؟ سوي عادي. سليم كل الناس بتعرفه عادي، بني آدم عادي يعني ما في أي مشكلة عنده. طب التعنيف، التعنيف بتقولي لي هو هاي تعودتي عليها، أكثر شيء أقسى شيء شو كان عنفك؟ يضربني يعني يضربني، بس ما يسبب عاهة، ما يعلم جسمي يعني يسب علي، يضربني بإيده بالقشاط مثلا، بس ما إنه يتصل معاه إنه يعمل فيه هيك. كانوا الجيران يحجز عني، أمه وأخوانه. الله يشافيك وعافيك يا أخت فاطمة أبو عكليك، الله يشافيك وعافيك إن شاء الله وترجع لأولادك وتخدميهم وتشوفيهم، والله المستحان مش راح أقدر أكمل معك يعني مثل ما أقول قبل الهوى قلتولي إنه ما أطول بالهاتف لأنه شوي تعبانة.
شكرا لك وشكرا لاتصالك. والله ما انا عارف شو بدي اسالكم للامانه. سمعتي شو قال استاذ؟ ابدا معك استاذ ايفا، وانت محاميه فاطمه، في تفاصيل ما تحدثت بها؟ هي التفاصيل عرضتها بلسانها. هلا اليوم فاطمة هي امرأة ضحية جريمة هزت كل المجتمع الأردني، لكن هي ليست أول جريمة تهز المجتمع الأردني. نتمنى ولازم نشتغل على أنها تكون آخر جريمة من هذا النوع. هلا هاي المرأة أهم إشي قالت لي إياه لما قابلتها، قلت لها أنا كمحاميتك إيش بدك مني؟ قالت لي بدي منك شغلتين. أول شغلة بدي حقي. قلت لها فسري لي شو معنى حقك. قالت لي حقي إنه ينال أقصى العقوبات، بدي أنا إنه هو يتعاقب. موضوع الثاني، أنا بدي ولادي، أنا فقدت بصري عشان أحافظ على ولادي، أنا رجعت لعنده عشان أحافظ على ولادي. أنا هدول الموضوعين أهم موضوعين اليوم اللي أنا بطالبك فيهم كمحامية. اليوم طبعا رجعت نحكي بالتفاصيل أكثر. رح بكره نراجع مدعي عام جرش حتى نطالب بتطبيق قانون الحمايه من العنف الاسري، اللي فيه ماده لها علاقه كمان بحمايه ممتلكات المتضرره، فرح نقدم طلب كمان بخصوص ممتلكاتها. فصار في عندنا موضوع التكييف القانوني. التكييف القانوني اليوم مثل ما تفضلت حضرتك بالمقدمه، تم تكييفها على اساس الايذاء اللي تسبب بالعاهه دائمه، جناية التسبب بعاهة دائمة. لا احنا بعد الاطلاع على الملف بعد ال طب تسمحي لي بسؤال؟ تفضل. طيب من حديثها كان بيده سكينة اول شيء. ما انا هذا اللي كنت بدي وخيرها. طيب مش هي يعني شروع بالقتل؟ يعني مش هيك بتنحسب ولا لا؟ لا التكييف هو صلاحية المدعي العام. النائب العام له صلاحية الرقابة، له حق الرقابة على هذا التكييف القانوني. المحامي عنده دور أنه يقدم طلب بعد اطلاعه على الملف، سنطلع على الملف، لنا الحق بتقديم طلب إعادة التكييف إلى النائب العام الذي له صلاحية الرقابة على تكييف المدعي العام. طبعا بعد ما نطلع على الملف، لأنه يعني وفق ما جاء وفق ما حكت لي وفق ما جاء حاليا باتصالها، هناك جريمة يعني شروع بالقتل، لأنه هو محضر السكينة، هو محضر نفسه. يعني حتى في مقابلتي معها بتقول هو مغير الباب، هو مغير قفل الباب، وبالتالي هو منعها من الاستنجاد. هو حكى لها أنا بدي أقتلك، أو بعدين خيرها أقتلك أو أقتل الأولاد. يعني بعد ما نطلع على الملف احنا رح نقدم يعني احتمال للمحامي الحق في طلب من النائب العام الذي له حق الرقابه على تكييف الجريمه، اعاده تكييف الجريمه. ساتي لحديث في التفاصيل بالقانونيه. نعم تفضلي دكتوره. حقيقه يعني اولا يعني الاستماع لفاطمه، وانا بالرغم من تواصلي مع عائلتها من اول يوم ما قدرت احكي معها، بس إنه نسمع نقرأ، ما قدرت أحضر المقابلة للأسف لأنه الوضع مؤلم. ولكن أنا بدي أركز اليوم، واليوم موجودة معنا الأستاذة إيفا بتركز على قضية فاطمة بالذات. أنا اليوم بدي أحكي اللي حكته إيفا. نحن بدنا السؤال الأهم، هل كان علينا أن ننتظر أن يقلع عيون امرأة في هذا الوطن الذي ندعي فيه بأننا مجتمع يحافظ على كرامة المرأة ويحافظ على، ويعني القيم عندنا منفصلة عن التطبيق. يعني في اللحظة اللي نبدأ فيها في الحديث عن موضوع أي قضية مرتبطة في حقوق المرأة وحماية المرأة، نحن نتلقى الاتهامات وكأننا نسيء لسمعة المملكة الأردنية الهاشمية بأجمعها. كيف؟ وضحي لي أكثر. أنا بدي أوضح. أول إشي بدي أبلش بداية عامة. نحن اليوم العنف ظاهرة عالمية، تمام؟ العنف موجود في كل دولة في العالم، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب لأقصى الشرق لأقصى الغرب. طيب. ماذا يفرق مجتمع عن مجتمع، دولة عن دولة؟ هو هل هناك ثقافة القبول لهذا العنف؟ وأكبر دليل أنه ظلت فاطمة وآلاف النساء غير فاطمة يتعرضون للضرب في زيجاتهم باسم بأن هذا واقع مقبول اجتماعيا، باسم السترة وباسم الحفاظ على الأبناء وباسم الحفاظ على الأسرة التي هي اللبنة الأساسية للمجتمع الأردني. حتى لو ظلت أي الضرب. مجتمع أردني، أي أسرة نريد وأي مجتمع أردني نريد عندما تكون هذه الأسرة فيها عنف، هذه أسرة منتجة للعنف وليست منتجة لي مجتمع صحي. ماشي. فاليوم نحن عندنا ثقافة قابلة، عندنا
للأسف حتى اليوم إحنا ليست فقط عندنا تشريعات المساواة في القانون، أيضا هناك المساواة أمام القانون التي لا زالت قضية مشكلة. عندنا ثقافة مؤسسية لا زالت تعيد إنتاج القبول العنف. اليوم لما نحكي الثقافة المؤسسية، المؤسسة مش بناية، المؤسسة ناس يحملوا نفس هاي الثقافة. كيف بتعاملوا مع السيدة أول ما توصل لإلهم؟ الأب كيف ممكن يتعامل مع البنت؟ حماها، حماتها، المجتمع اللي بقولها هقبلي. ليس فقط هيك، هناك منظومة غير ممكنة للمرأة، المرأة التي لا تعمل، المرأة التي لا تستطيع أن تكون أن تخرج من دائرة العنف بسبب عدم تمكنها الاقتصادي. إحنا عندنا استراتيجية حماية من العنف، الحماية استراتيجية حماية اجتماعية لا تتعامل مع هذه القضايا. يعني حالة من الإنكار من ضرورة التعامل مع هذا الموضوع بأنه غير مقبول، غير مقبول لا مؤسسيا ولا اجتماعيا. اليوم لما بتيجي المؤسسات، ما احنا خلينا ناخذ حالات فردية، لما تروحي على مثل السيدات وفي منهن موجودات بالأردن بتتعرض للعنف من قبل زوجها ولها 14 سنة 15 سنة من الزوجة من زوجيته ومتعودة وعندها أولاد، تروح أهلها وعمها تقول لك ما بدك تروحي، ترمي بالشارع، خليك انستري ستره مليحه بكره بعقل. هاي مشكله. فبالتالي وليس ما عقلش وين بدها تروحي، وليس فقط هذا اللي تفضلنا فيه واللي حكته في المقدمه. اليوم عندنا نحن منظومه الوقايه والحمايه، انا بدي اسال موازنات. احنا دائما نقعد نسال اين تذهب يعني منظمات المجتمع المدني. انا مش منظمه مجتمع مدني، انا مؤسسه. وين بروح تمويلها منظمات المجتمع المدني؟ انا بشوف الارقام اللي بتمرق قدامي، يعني مجموعها على بعض بطلعش مليون بالسنة، بينما يأتي عشرات الملايين من التمويل للحكومة على مفهوم مفروض من دول العالم كلها على مفهوم حماية المرأة. كيف إلنا 20 سنة اللي طلعنا فيه مأوين؟ كيف إلنا 20 سنة اليوم المرأة عندما تتعرض للعنف قد لا يكون هناك، إذا تعرضت في منتصف الليل أين ستذهب إذا كانت في معان؟ إذا كانت في المفرق ما تقولوا لي في 12 مكتب إدارة حماية في المحافظات. هاي دولة مدينة الأردن مترايمية الأطراف. هذه المرأة في منتصف الليل ليس لديها مكان تذهب إليه. اليوم إحنا 20 سنة عندنا فريق حماية من العنف الأسري. قديش استطعنا؟ عملنا خطة بالفريق قبل سنتين، خطة متكاملة للاستجابة، وجدنا أين الفجوات. مش لازم في توعية قبل الخطة؟ في توعية. نقول لهاي السيدة ترى الطلاق مش عيب، ترى السؤال مش هون، التوعية للمرأة والرجل بتخربوا بيتهم. نحن متهمون يعني كحركة نسوية متهمين بتفتيت الأسرة الأردنية. في الاجتماعات المغلقة لما كنا نناقش قانون حماية العنف الأسري لعام 2017 قيل لنا من بعض المشرعين وبالهجوم وبالصوت العالي بدكم تقووا النسوان عرجالهن، انتوا بدكم تفتتوا الأسرة الأردنية. أنا سؤالي الأهم اليوم، نحن فعلاً الأسرة ماذا يعني؟ الأسرة يعني جو باب بيت وجواته ناس غصب عنهم موجودين وبيعانوا من العنف. أنا ما بقول لك هاي السيدة لوحدها تعانت من العنف، أنا بقول لك أولادها، طفلتها، هدول في 4 ضحايا لهذه الجريمة وليست ضحية واحدة. فنحن اليوم يا إما بدنا يكون في عنا إشي اسمه عدم قبول، يعني سياسة عدم القبول لهذه القضية. اليوم أنا ما بقدر أعمل قوانين، القوانين نفسها تحاول أن تحافظ على المنظومة. أنا بدي أقول لك شغلة، أنا بشهر 6 كنت بزيارة لبريطانيا، ظهر خبر على التلفزيون إنه في جيران وزير رئيس وزراء بريطانيا اللي كان عم بيستلم في ذلك الوقت سمعوا صوته عماله بيعنف شريكته. اتصلوا مع الشرطة والشرطة وصلت بنص الليل ودقت الباب وفاتت عليهم وسألتهم إيش عم بيصير، لأنه اليوم الإيذاء يجب أن يكون حق عام بجميع أشكاله حتى لو هي ما تقدمت بشكوى. نحن عندنا اليوم لسه بالماده 303 سأتي للمادة لكن بعد الفاصل ماشي، راح نروح على الماده لكن بعد الفاصل. تفضل البقايا معنا، فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. نصت المادة 11 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 على أن المحكمة المختصة بناء على تقرير المختص الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية.
إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد على 40 ساعة عمل في أحد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير وبموافقة الأطراف. الحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر. إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعية تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على 6 أشهر. يعاقب كل من لا ينفذ أي من التدابير المنصوص عليها في فقرة ألف من هذه المادة بشكل كلي أو جزئي بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر. تنظم جمعية الإجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في فقرة ألف من هذه المادة موجب نظام يصدر لهذه الغاية. أهلا بكم من جديد. شو هاي المادة هداش؟ يعني هاي كأنه بتشجع العنف هاي المادة. لا هاي المادة نحكي إحنا عن الجناح. ماشي. هاي المادة تطبق فقط في الجناح. في الجناح. لأنه يجوز التسوية في الجناح. ماشي. الجنايات لا يجوز التسوية. هاي الإجراءات هي إجراءات ملحقة بالتسوية. يعني هي ليست بديلة عن التسوية. نعم. وإنما ملحقة بالتسوية. القاضي أن يتخذ أحد هاي الإجراءات. هلا السؤال. عندنا سؤالين، سؤال بتعلق بتطبيق هاي المادة. ما مدى تطبيق هاي المادة؟ لا، فيما يتعلق بتطبيق هاي المادة اليوم بنحكي إنه للمدعي العام حظر اتخاذ قرار بحظر المعنف من ارتياد أي مكان بيذهب إله بتواجد فيه المتضرر. كم قرار صدر من هذا النوع منذ صدور القانون؟ هذا القانون صحيح هو بال 2017 تم إجراء تعديلات واسعة عليه، بس أول قانون هو صدر في الأردن في سنة 2008. الأردن من أول دولة عربية بتصدر قانون خاص بحماية ضحايا العنف الأسري. لكن للأسف حتى بسنة 2008 قانون 2008 كان في نص خاص بأوامر الحماية. من 2008 حتى تعديل هذا القانون ما صدرش إلا أمر حماية واحد. يعني اليوم إحنا مش الحل الوحيد إني أنا أطلع الضحية وأبنائها من البيت وأحكي للمعنف إنك أنت خليك عيش حياتك الطبيعية وهي خليها تكون محصورة في مكان ما بتمارس فيها حياتها الطبيعية. فبالتالي وهي وثلاث أو أربع أطفال أو 5 أطفال وممكن كمان هذا يؤدي إلى تحديات وعقبات لها علاقة بدخول الأطفال، لأنه مش كل الأعمار بتدخل دور الإيواء. في عندنا مشكلة لها علاقة بالمدرسة، في حالات لما بيكون بيزيد أعمال الأولاد عن سن معينة بتشتتوا بين مراكز الرعاية الاجتماعية خاصة إذا الأهل ما استقبلوها. أقول لك في حالات، يعني لما بنحكي أقول لك أنا تعاملت مع حالات في تشرد، في أهل ما قبلوا بناتهم. لما بيكون الأب متوفي الأم متوفية بدها تحرد، وين بدها تروح؟ بدها تروح عند بيت الأخ. في أخ حكالي أنا كان خياري يا بخرب بيتي لأنه مرتي ما وافقت على وجود أختي بالبيت. طيب إحنا في عنا حالات اليوم لما بطلع على التلفزيون بدي أحكي إنه في حالات تشرد راح يقولوا لي بتسيء إلى المجتمع الأردني، بس أنا متعاملة مع حالات حقائق. إحنا مع حقائق. بال 2013 لما كان في عنا لجنة تقييم وتحقق في دور الرعاية بناء على أوامر ملكية، إحنا كتبنا بالتقرير إنه وين موضوع الوقف الإسلامي. الوقف الإسلامي مش بس للمساجد، وين ليش ما يكون في عنا وقف لتقديم خدمات للناس اللي بتعرضوا لهي المشاكل؟ يعني أنا ما عندي أسرة إنها تدعمني. طبعا إحنا ما بنحكي كل النساء كل النساء ضحايا العنف، بس في حالات أكيد. أنا بدي أحكي عن منظومة الاستجابة بشكل عام. طيب خلينا نحكي عن موضوع صدور النظام. مش هو بيحكي هاي المادة 11 إنه وفق نظام إنه نعم. هاي التدابير الملحقة بالتسوية نعم. تصدر تطبق وفق نظام نعم. تمام؟ والنظام هل صدر النظام أو ما صدر النظام؟ هذا سؤال. أنا حسب معلوماتي حتى الآن لم يصدر النظام. بلاش موضوع فيما يتعلق بإنه الحق كلا الطرفين أو أحدهما إلى دورة تدريبية برامج تأهيل. كم دورة وكم برنامج كم مرة تم اتخاذ مثل هذا القرار؟ إحنا نحكي عن قانون صدر بسنة 2017 حتى الآن، يعني بالرغم من أنه إحنا في عنا بعض التعليقات على هذا القانون إلا أنه ماشي. هل تم تطبيق القانون من 2017 طيب أنا ماشي الآن؟ ماشي هذه النقاط دجاه، بس أنا بعدين عندي نقطة تانية بدي أرجع على أهم موضوع أنت حكيت لما بنحكي فيه. إحنا عن الجناح، الجناح اليوم الضرب العادي ما هو عم بتطور لجناية الإحداث عاهة دائمة ماشي. وإلى قتل في طيب. حالات نساء عم تقتل. طيب بدي أسألك سؤال، أنت لما سألتي فاطمة قالت لك أنا بدي حقها بأقصى العقوبات حقها بأولادها صحيح والتكييف القانوني صح؟ صحيح. طيب شو هي أقصى العقوبة يعني شو هي الأقصى العقوبة؟ يعني اليوم بنحكي قانونيا اللي بنحكي عن اليوم عن القانون الموجود 10 سنوات، يعني أقصى عقوبة هي 10 سنوات.
على تسبب بإعاهة دائمة. كافية العشر سنوات؟ أنا طبعاً أنا حكيت لها، أنا يعني دوري طبعاً في البعض بيستغرب وجود محامي، في بالرغم من أنه هي قضية فيها حق عام والمدعي العام بيمثل الضحية. أنا كمان دوري إني أقدم لها استشارة وإني أنا أتابع حتى تطبيق قانون الحماية العنف الأسري. اليوم أنا لما أخبرتها إنه بنحكي عن عقوبة 10 سنوات طبعاً أصيبت بالصدمة، يعني أدى إلى انتكاسة في حالتها النفسية من وجهة نظرها إنها غير كافية، ومن وجهة نظر المجتمع كمان أنا عم بقرأ التعليقات. بقرأ التعليقات تشوفي. أنا برأيي غير رادعة، يعني هي غير كافية لإنصاف الضحية، وهي غير رادعة للمجتمع، غير رادعة لمن تسول له نفسه. ولسه الأخطر من هيك إنه اليوم مرتكب هذا النوع من الجرائم بيكون في باله إسقاط حق شخصي، هذا بيشجع لسه. والله إذا فيها عطوة ولا فيها جاهة بتدريش. لا لسه في عندك موضوع العفو العام. ما هو في باله بقول لك 2-3 يا سيدي 5 سنين وبيكون في عفو عام. طب نقطة ثانية، الأولاد أولادها أولادها ما في ما يمنع أن يكونوا الأولاد معها. معها. أنا اليوم حكيت أنه إدارة حماية الأسرة ستقوم بالمساعدة بنقل الأولاد من العقبة إلى والدتهم، نضمهم لوالدتهم. فيما بعد ورد اتصال من مدير حماية الأسرة وأنه مستعدين بكرة أنه إتمام هاي الإجراءات، لأنه كل يعني دقيقة تأخير من ضم الأطفال للأم هو بشكل أثر نفسي سيء جدا على نفسية الأم، وأنا باعتقادي حتى على الأطفال. طيب والله كمان الأطفال محتاجين إلى الدعم النفسي أكيد، يعني هن ضحايا الصدمة، يعني 100% إحنا اليوم مفروض نشتغل على كل من الأم أهلها حتى المجتمع الأردني. إحنا كمجتمع بشكل عام إحنا كمان تعرضنا لصدمة. اليوم أنا مع وجود برامج عامة لكل المجتمع الأردني، سواء برامج توعوية توعوية مش بس بالقوانين، توعوية احنا شو الهدف من التكوين من الزواج؟ مش تكوين أسرة، مش الأسرة وفقا للشرع والدين، ولا هي المودة والرحمة. مين بيحكي بالمودة والرحمة اليوم؟ وابن عمها كمان. وابن عمها راح اجيك دكتورة بس هاي هي صلاة الرحم. طيب دسك سؤال آخر. طيب سمعنا أحاديث أو قرأنا وأنت بجوز قرأتي إنه وضع الأم الصحي الآن لا يسمح بتربية الأولاد قانونيا جائز؟ لا 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 هذا الحكي صحيح. غير صحيح، لانه حتى هذا في اساءة الاشخاص ذوي الاعاقه، لانه في ناس عندها يعني كفيفين وفقدوا حاسه البصر وكونوا اسر وانشاوا وربوا اطفال، واليوم في منهم حتى اساتذه جامعات. مش مزبوط هذا الحكي. القانون بيحكي اذا كانت مرضها خطير معدي، هذا اللي بنحكي، او غير قادره على تربيه الابناء. مين قال انه الشخص لما بيفقد بصره بيكون غير قادر على تربيه ابنائه؟ هو سؤال تم طرحه اكيد سمعتيه اليوم، حابين نطرح نسمع الجواب القانوني. حتى الحضانه اذا فقدت الحضانه الام بتكون ام الام هي الحاضنه. طيب ماشي. هذا من جهه. من جهه ثانيه كمان فيما يتعلق بموضوع الاطفال، على اداره حمايه الاسره حمايه الشهود. اليوم هدول الاطفال شهود في هاي القضيه، حمايه الشهود وحمايه الشهاده نفسها، فمفروض هدول الاطفال ما يكونوا موجودين عند عائله المعتدي حتى احمي الشهود واحمي الشهاده نفسها. ما هو انا بدي اسال سؤال كمان، ما يكون في تاثير على الشهاده. ماشي بدي اسال سؤال للدكتوره. دكتوره في طفل عمره 2.5 سنين. 2.5 طبعا. طب الاطفال هذول كيف مين بده يقعد معهم الان؟ هلا يعني طبعا زي ما بحاله نفسيه هم يشوفوا هم اكيد احنا من ضمن مفروض منظومه الحمايه اللي عندنا وخطه الاستجابه اللي عندنا انه مفروض يكون في عندنا خدمات نفسيه للضحيه وللاطفال. يعني هذول بحاجه لعلاج طويل الامد حتى انهم يتغلبوا على التجربه اللي مرقوا فيها. النقطه الثانيه انه هي بحاجه لتاهيل حتى تستطيع، يعني اللي بنولد كفيف يختلف عن اللي بتصيبه هذه العاهه. فاليوم في اليوم كان في كمان انه الدوله متكفله بعلاجها. انا اليوم بدي الدوله تتكفل مش بس بعلاجها، بتامين السكن وبتامين العلاج التاهيلي اللي بيخليها ترجع تقدر تعيش حياتها ككفيفه واللي هو ممكن، وتقدر انها تستعيد ابنائها ويكون عندها مورد دخل. انا بس بدي احكي بس كمان نقطه عن القضايا اللي حكيتوا فيها. قانون العقوبات عندما تعدى العام 2018 للاسف المادة 335 عدلت العقوبة فيها من حد الأدنى للعقوبة 5 سنوات للحد الأدنى 15 سنة، أصبحت لا تزيد عن 10 سنوات، مما فتح أن تنخفض العقوبة حتى 3 سنوات. طبعا هذا يعود للقاضي وظروف القضية، لكن نحن أيضا أنا يعني لن أتدخل في موضوع القضاء، ولكن علينا أن ندرك بأننا ضمن المنظومة القاصرة حاليا
كثيرا من الاحيان يعني. طب ليش ما رفعته لمجلس النواب مثل هذه الملاحظات والنقاط واخذها مجلس النواب على محمل قانون العقوبات؟ كنا مقدمين فيه ملاحظات كامله ورحنا وتحركنا كمجتمع مدني كامل وتناقشنا. للاسف يتم شيطنتنا ويتم دائما اي حديث يؤثر في هذا المجال بتوجه على انه نحن عمالنا بنأثر على الحفاظ على الاسره الاردنيه. بس للتاكيد على كم نقطه. لا ما هو انت لما هو انت بتقول الحفاظ على الاسره الاردنيه، يعني اذا كان بكل نقاطكم اللي بتتخذوها وبتعطوا توصيات وبتعطوها لمجلس النواب بيكون نفس الجواب، معناته في غلط. في غلط في اقول لك ليه؟ لانه طيب هذا القانون اعطيته لمجلس النواب بعض التوصيات انه احنا شايفينه قانون حمايه من العنف الاسري. بتعرف كم مره انا مثلا مع اللجنه القانونيه وبحضور للاسف ما هو خليني بس اكون واضحه. ابد ياكي واضحه. بدي اكون واضحه على المجال. اولا تعرف القانون لما بيمرق قبل ما يوصل للجنه القانونيه في مجلس النواب بيتم مناقشته مع الجهات ذات العلاقة ابتداء من إدارة حماية الأسرة مرورا بوزارة أصلا هو وزارة التنمية الاجتماعية اللي أصلا دارت التحضير له مرورا بدارة إدارة حماية الأسرة، الطب الشرعي، كل الجهات ذات العلاقة، دائرة قاضي القضاء، الجميع. للأسف هناك حالة وإحنا منناقش هذه القوانين سواء هذا أو الأحوال الشخصية أو غيره، هناك حالة من فرض لثقافة مجتمعية تؤكد على سلطة الرجل على المرأة. فيعني أي محاولة بس أي ثقافة مجتمعية هاي اللي بتحلل للرجل إنه يقلع عيون مرته هي لا تحللها، ولكن التساهل في الأقل بوصلنا لهذا اليوم. نحن اليوم عندكم لجنة مرة مجلس النواب، وينها؟ ليش ما رحتوا عندنا؟ نحن لجنة حقوق الإنسان وفي 20 سيد بس. سيدي ليش كانت لجنة مشتركة؟ تواصل مين قال لك؟ طب وشو قدموا لكم هذول 20؟ يا سيدي نحن اللجنة القانونية بس أنت بدك تتخيل الإجراء. يعني ماشي تفضل. أنت بتجتمع، أنت اليوم بتجتمع مع هاي اللجنة، وعلى فكرة كانت لجنة مشتركة، لجنة قانونية مع لجنة المرأة بكل القوانين اللي بتخص المرأة. نحكي المواد مادة مادة مع الشرح ليش إحنا عمالنا بنطلب هذا المطلب، وبعدين ما بياخدوا قرار، بنطلب منهم إنهم يصوتوا على المواد قدامنا، لا وبقولوا لنا لا إحنا بس نطلعوا نحن بنصوت على المواد. بتنحمل القانون. أنا بدي أشرح لك قصتنا. بينحمل القانون وبيروح بتم الموافقة أوقات كما جاء، في مواد كما جاءت ولا بيقبلوا يغيروا كلمة من اللي اقترحناها. بعدين بيروح القانون توافق عليه اللجنة القانونية ويذهب للقبة. في القبة للأسف وأنا حضرت جلسات محزن النقاش، النواب الذي يعني ما يعني العدد القليل منهم فعلا اللي بيكونوا هالقد معنيين بإعداد بيكونوا بريحة القبة عم بيرفعوا وبيرجعوا بيكونوا حاطين أصلا مقترحاتهم على المادة لأنه اللجنة القانونية أخذتها كما هي. بسمعوها والله العظيم أنا بكون بطلع حوالين القبة بيكون 80% من النواب ما عم بسمعوا المقترحات. بيجي بقول رئيس المجلس المقترح مثلا النائبة وفاء بني مصطفى ما حدا بيرفع إيده كما جاءت من اللجنة القانونية، وهن بيحكوا مع بعض بيعملوا هيك في إيديهم. عم بحكي عن 80% من التصويت. بس أنا ذكرتي اسم النائب لأنه النائبة وفاء بني مصطفى من أكثر الناس، عشان وفي نائبين نواب غيرها، ولكن من النواب اللي كانت تكون معنا وهي كانت اللي تضلها تقدم المقترحات لأنه هي للأسف مش باللجنة القانونية وهي في إقصاء لإلها إنها توصل للجنة القانونية. المهم مش هذا الموضوع، مش ما بدي أشخصنا، أنا بس بدي أحكي مثال إنه رفعت أو نبيل الغيشان، ما بدي أحكي أسماء، ولكن ما حدا بسمع المقترحات، بس يسمعوا كما جاءت من اللجنة القانونية بيرفعوا إيدهم. هذا 80%. طب عندهم ثقة باللجنة القانونية؟ يعني عندهم ثقة ماشي الحال. أنا عمالي بحكي لك كيف بيصير الإجراء، بس أنا اللي بدي أقوله اليوم ليست فقط إنه نحن هذا الموضوع. فأنا اليوم بقول لك، بتقول لي كيف يحدث؟ هذا ما يحدث، لأنه القبول يؤدي للجريمة الأكبر بكل أشكال الجرائم، حتى التحرش البسيط الذي يبدأ بالإيماء يصل للاعتداء الجنسي. ثقافة القبول هي ما توصلنا لمرحلة، لأننا نحن ليس لدينا الأدوات التي تخلينا تجعل المرأة ترفع صوتها، لأن هي أصبحت أصلا يعني إذا نحن المتمكنات يتم الهجوم علينا في جلساتها في هذه الجلسات وشيطنتنا في على موضوع نرفع سن الزواج للقاصرات. طب لما طلبنا سنة يا ريتنا كنا بدنا نلغي كل الزواج، صرنا صهاينة. أنا ما بعرف كيف علاقة الصهيونية في هذا الموضوع في حين إن الحركة يعني هذا يعني هذا يعني له قانونه، له قانونه، له قانونه، هذا قانونه، له قانونه، أسلوب لتسكيت جميع المطالب. ماشي. طيب بسألك سؤال، أنا بسألك سؤال في المقابلة اللي صارت حاضر. على عمون انتهت بكلمة من أخو الضحية وهذا محزن
محزن. أنا يمكن هو حكاه وهو مش قاصد، قال ضربتها كف كفين عادي بس تقلعي عيونها. يعني تخيل حتى لما هو حكى بوجعه طلع الثقافة المجتمعية اللي كان ممكن تمرق له الكف والكفين. يعني اليوم إحنا بهاي المرحلة. ماشي ماشي أنا بدي أوقف عند نقطة بس معلش، شيلي اللي من القوانين. طيب بس أنا بدي القانون في نقطة. حاضر بس خليني أسألك سؤال يا دكتورة. طيب. الله يكرمك. طيب الان بتقدموا توصيات وبتقولوا لي انه اللجنه القانونيه بدها اياها بتاخذ وبتاشي اياها بتاخذ، مجلس النواب منتبه مش منتبه، المهم يسمع حسب ما جاءت وفق اللجنه القانونيه بيقول لك موافق او مش موافق. ماشي. طيب توعيه السيدات بحاجه الى قانون، هاي نقطه. نقطه ثانيه معلش اسمحي لي. اسمحي لي وانا ما بشخصن. ماشي أكيد. ما بشخصن. ماشي. ما بنسمع المراه الا بعمان، اتحادات المرة بعمان، نشاطات المرة بعمان، دخلت شيء بالصريح كمان مش مرة يعني. طيب. ما لهاش دورك توعوها. أعطيني مجال أجاوب. حاضر طبعا. وين دور التوعية؟ حاضر. لأنه كثير يتم اتهام مش إلك. يا سيدي لبعض المنظمات تبعات المرأة اللي بتاخذ مصاري من المنظمات العالمية ما بعرف شو اسمها. بس بتعملها مؤتمر صحفي اثنين ثلاثة تطبع لها كتاب بتوزع لها 50 منشور وكان الله يحب المحسنين. طيب أنا هذا الحديث أنا بدي صحيح أجاوبك. ولا مش صحيح؟ مش صحيح أبداً. أنا قلت لا تشخصني ولا بشخصن. أنا ما عم بحكي حتى على اللجنة الوطنية لحالها بس، ولكن سأذكر اللجنة لأن نحن ما بنشتغل لحالنا، نحن بننسق مع شبكة شمعة. طيب. اللي فيها جميع المؤسسات النسوية اللي بتشتغل على حماية المرأة من العنف. طيب. من اتحاد المرأة لاتحاد النساء إلى المنظمات، جميع المنظمات وميزان. نحن أنا بس بدي أحكي لك على آخر 5 سنين لما نيجي نحن بنعمل أولا البرامج لو بتفتحوا أنا بوصلوني كل موافقة رئاسة وزراء على تمويل لمنظمات المجتمع المدني بتوصلني، بتطلعوا رئاسة الوزراء على خطة المشروع كل الخطط، تنفيذ جلسات توعوية للنساء في المفرق في معان في العقبة في كذا. اليوم إضافة إلى ذلك خليني أكمل من نتائجها. طب خليني أنت سألت السؤال بدي أكمله وأنا جاهزة. بعدين عندنا نحن الحملة اللي بنعملها السنوية على العنف ضد المرأة اللي بتنعمل 16 يوم، الناس شو بيفكروا؟ إنه نحن حملتنا بس بتطلع على السوشيال ميديا وبتطلع بالشوارع. بالمقابل إحنا بس خلال 16 يوم كنا نوصل 1200 شخص من المجتمع المحلي والطلاب والطالبات، بنشتغل مع وزارة التربية والتعليم مع الواعظين والواعظات مع المجالس المحلية ومين بينفذ معنا؟ المجتمع المدني ومن موازنة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنلف عليهم بس بال 16 يوم. بعد هيك بيكون عندنا خطة للسنة كاملة، فريقنا بيضل ينزل بمشاركة من المركز الوطني حقوق الإنسان من الجمعيات النسوية حتى نعطي جلسات توعوية. ولا معلوماتك مين معانا؟ دائرة الإفتاء العام بيجوا بيعطوا الموقف الدين من أي قضية عنف. بدي أقول لك واحدة من الحوادث اللي صارت. قولي كان معنا الدكتور، كان معنا الدكتور يحكي دكتور. عن العنف من دائرة الإفتاء العام، وكان يحكي عن ماذا، عن علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكان يحكي كيف كان يلعب معهم كيف كان كذا معهم. فالشباب لا حتى كان يعاملها كانت طيب. حتى طيب. علاقات علاقة طبيعية بين رجل وامرأة. نعم. فكان يحكي عن دي العلاقة إنسانية. نعم. كانوا الرجال، إحنا على فكرة التوعية ما بنعملها للنساء فقط وهذه مهمة، للرجال وللفتيان. كانوا الرجال اللي قاعدين بجلسة يقولوا له فشق يا شيخ فشق يا شيخ، هن ما بدهم يسمعوا الجزء من الدين اللي بيأكد على كرامة المرأة، اللي بيأكد على المودة والرحمة، اللي بيأكد أن المؤمنين والمؤمنات أولياء وبعضهم بعض، ينهون عن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فنحن مشكلتنا بدنا من الدين، وياريت موجود في الدين اللي بيساعدنا على فرض السلطة الذكورية، بس ما عمالنا منقبل أي كلمة منجيبها من الدين بتأكد أنه هاي السلوكيات مرفوضة. طيب سأذهب إلى فاصل، بعد ذلك نطرح السؤال، المرأة تحتاج إلى تنظير أم تمكين؟ فاصل قصير نتواصل بكم. أهلا بكم من جديد وأهلا بضيفتي أستاذة. الآن إذا بنقول ما فيش حالات مشابهة بنكون بنكذب على بعض. لا طبعا في حالات. في حالات. طبعا. ماشي. وهاي الحالات ممكن إنه ما في توعية لهم. تمام. أو الأهم من ذلك ممكن إنه خايفة على الستيرة. تمام. بتضل عند جوزها بتربي أولادها وبتتحملها سنتين ثلاث وبتنستر. طب إحنا شو بدنا نوجه لهم هذول؟ تمام.
تمام. حديث تمام. شو بدنا نوجه لهم كلام تمام. وين يروحن تمام. كيف يتعاملن تمام. هلا لما كنت احكي مع الدكتورة عن موضوع برامج التوعية، هلا السؤال، احنا رحنا وعينا هالنساء، حكينا لك الحق بالقانون، تستطيع تقديم شكوى. طيب بعدين شو بده يصير بعد تقديم الشكوى؟ شو وين بدها تروح هاي المرأة؟ هلا صحيح في عندنا 3 أو 4 دور ايواء مهم جدا، لكن السؤال انه قديش بتقعد في دار الايواء؟ وبعدين انا اكافئ المعنف واتركه في بيت الزوجيه في المسكن الاسري، واطلع الضحايا بيكونوا 4 أو 5 من المسكن الاسري؟ القانون الاردني وهذا ما اخذ فيه كمان عده دول بالعالم هي بتبقى بالمسكن الاسري، ليش؟ وين قرارات المحاكم؟ على المحكمه المختصه بوفق قانون حمايه من العنف الاسري الزامه هو بترك المسكن الاسري وتمكينها هي من استخدامه. اما والله اليوم هي بتطلع بتروح عند اهلها بيقولوا لها متحملك يوم يومين شهر شهرين، بعدين وين بدها تروح هاي المراه؟ حتى بالدار الايوائيه، حتى بالدار يعني كمان احنا بدنا نحكي كمان عن اول شيء سهوله الوصول لهي الخدمات، وبعدين نحكي كمان عن اتجاهات العاملين في هاي مقدمي الخدمات بشكل عام. يعني مش مهم بس انا يكون عندي والله شخص رتبته عاليه ولا لا، انا بدي اعرف اتجاهات الاشخاص اللي بيتعاملوا مع النساء في هاي القضايا. هل هو شخص فعليا بتعاطف مع المراه؟ هل هو فعليا يعني عنده ثقافه القبول مثل ما بتحكي الدكتوره، او حتى ثقافه تبرير العنف؟ يعني احنا في عندنا مشكله كثير اكبر مشكله بنواجهها على مستوى العالم وعلى مستوى الاردن، اللي هو ثقافه تبرير العنف. هاي الثقافه طبعا في مجتمعات ودول اشتغلوا عليها. انا سؤالي للدوله الاردنيه، ايش الشغل اللي اشتغلته على تغيير هاي الاتجاهات، سواء الاتجاهات المجتمعيه وهاي الثقافه اللي بتبرر العنف، واتجاهات حتى العاملين مع النساء؟ الدور على من يقع؟ على الدولة طبعاً، على الدولة، على الحكومة. وين الشغل على هذا الموضوع؟ اليوم لما بنحكي عن الأسرة الأردنية بنحكي عن ارتفاع نسب الطلاق، بنحكي عن أرقام اللي بتبلغ عن العنف الأسري، الله أعلم قديش الأرقام اللي ما بتبلغ مثل الست فاطمة. بنحكي عن قضايا موجودة في المحاكم، النزاعات اليوم لما بيكون في خلاف أسري عم بفرخ عدد كبير من القضايا والنزاعات. فإحنا بنحكي عن ثقافة مجتمعية، مين عم بيشتغل على تعديل هاي الثقافة المجتمعية؟ بحيث إنه لما بيصير في خلاف أسري، يا إما بيكون في عنا مستشار أسري بحل هاي المشكلة، يا إما خلص إحنا أمام طلاق، هذا الطلاق مش لازم يؤدي إلى حروب بين الطرفين، بضلهم أبوين، بضلهم أم وأب، خلص إحنا دخلنا بالمعروف خرجنا بالمعروف. يعني الدين إجا بموضوع الطلاق، في سورة بالقرآن اسمها سورة الطلاق. صحيح. لا، لكن احنا اليوم كل شيء بالاجبار. اليوم هاي المراه بتروح بتبلغ، بتصير امام خيار، يعني واحد من خيار، قد يكون واحد من خيارات دار ايوائيه فتره مؤقته، بتكون هي حياتها محصوره في مكان معين. احد المقدمين الخدمات بيجي بيحكي لي والله احنا بدنا نسلم المراه لولي امرها او لزوجها. ايش تسليم؟ هي بضاعه؟ هي طفلة تحكي عن تسليم؟ اليوم المرأة لما بتختار بتقول أنا صار عندي خلاف مع زوجي، أو أنا حصلت على قرار بالطلاق، ما في إمكانية عند أهلي، ما في مكان، أنا بدي أبدأ حياتي، بدي أعيش حياتي، بدي أبني هذا المسكن الأسري. قديش هي بتحصل على نفقة من الزوج؟ هل هاي النفقة اللي بتحصل عليها تستطيع فيها أنها تصرف على الأولاد؟ أنا ما بدي أحكي عن المسكن، بس النفقات. يعني لما بنحكي إحنا مثلاً عن 80 دينار ولا 50 دينار، بنحكي عن أطفال، طفل رضيعة، هل هي فوات؟ هل هي حليب؟ هل هي مصروف مدرسة؟ هل هي إيش إحنا بنحكي؟ يعني أضف إلى ذلك موضوع المسكن، على الأقل على الأقل القانون اليوم يوفر للمرأة المسكن، لما بيصير في خلاف المرأة الحاضنة على الأقل يتوفر لها المسكن. يعني بالتالي على الأقل المرأة المعنفة الآن اللي بتسمع بهذا الحديث تقول لك لا خليني ساكتة. للأسف إحنا اليوم لا ما ضلها لا ما ضلها ساكتة، مش عم نقول إنها ضلها ساكتة. إحنا عم نسأل وين دورك؟ في منظمات عم تشتغل، وعم هاي المنظمات عم تاخذ هاي القضايا وجيهم. وين يروحوا على هاي المنظمات ويروحوا يشتكوا؟ او في اداره حمايه الاسره، في يعني مثلا منظمتنا احنا احدى المنظمات اللي بتقدم خدمات تمكين النساء، ومنها في اتحاد المراه. في اتحاد المراه له فروع بكل المملكه. طيب. بس احنا كمان بنشتغل على قضايا من كل انحاء المملكه.
أنا من وجهة نظري ضروري يكون في محامي أو أخصائي مؤمن بقضية حقوق المرأة بيرافق المرأة بكل الإجراءات. ماشي تفضلي دكتور. بس أنا في نقطتين بدي أحكي فيهم. تفضل. النقطة الأولى أن نحن بعد قانون الحماية من العنف الأسري اللي تم تبنيه في 2017 الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري حط خطة للاستجابة حول وين كل الفجوات اللي نحن منعاني منها في موضوع آليات الحماية والإجراءات. ماشي. وهذا كان بتطلب أنه في منه جزء تدريب للمقدمي الخدمات، في منه جزء بنية تحتية، في منه جزء كمية، يعني مجموعة هائلة من التدخلات اللي نحن بحاجة لها حتى فعلا أنه هالسيدة اللي بتتعرض للعنف. نعم. لما تطلع من البيت يكون في مجال لحمايتها. اليوم نحن لهلا الوزارات بتقول لك احنا ما عندنا موازنات حتى ننفذ هذه الخطة. طب ما الفائدة؟ لماذا وضعنا خطة وتبناها وصادق عليها مجلس الوزراء وبالنهاية نيجي على الموازنات ولا يتم توجيه الموازنات نحو تنفيذ هذه الخطط؟ وهذه مشكلة أساسية، أنه نحن ما أجمل الخطط اللي بنضعها ولكن لا نوجه لها الموازنات، وبالرغم من تدفق التمويل من الدول المانحة للحكومة الأردنية على قضايا المرأة. النقطة الثانية اللي نحن بدي أرجع فيها للقانون، اليوم نحن تعديلات القانون عندما تكون الجريمة داخل الأسرة المفروض أن نتعامل معها أنها أشد وطأة وأشد أثرا وأخطر على المجتمع حتى إذا كانت نفس الجريمة بيقوم فيها شخص من خارج الأسرة. فالمفروض في قانون العقوبات في الفصل المتعلق في الإيذاء سواء المادة 330 أو 335 يعني كل هذا الفصل إنه يعني الصفح ما يكون مقبول في حالة الجريمة الواقعة على داخل في نطاق الأسرة. لماذا؟ أولا في حالة 335 إحنا عم نحكي إنه ممكن ينزل العقوبة لثلاث سنين، لثلاثة، من 10 لثلاثة، هذا واحد. بالنسبة للمادة 333 والمادة 334 اللي هن في بيصير في إيذاء ولكن مش إيذاء كبير واللي هو معظم حالات العنف الأسري، إذا هي أسقط لحقك الشخصي سقط الحق العام. أنا بعتبر الجريمة الواقعة في نطاق الأسرة هي جريمة على الحق العام، هذه مدمرة للمجتمع بأكمله، بتنتج عنف. فاليوم نحن لما بننزل على الشارع، واليوم أنا بدي أذكر أنه في عنا وقفة أمام رئاسة الوزراء ستنطلق من أمام مستشفى الأردن في الساعة 2 يوم السبت، أن الهدف نحن يبدأ ب أولاً تعديل التشريعات سواء قانون الحماية من العنف الأسري سواء قانون العقوبات والمرور ب إجراءات الحماية، التزام الدولة بتوفير الموازنات للتنفيذ، وبناء ثقافة مجتمعية تبدأ من تعديل المناهج. اليوم نحن كل ما بنفتح موضوع المناهج نتعامل معه وكأنه أي تعديل هو خطر على ثقافة المجتمع. يا عمي عن أي ثقافة نتحدث؟ عن أي ثقافة نتحدث؟ ما هي الثقافة التي نريد أن نعدلها في المناهج؟ يجب علينا أن نبدأ بالتفكير ملياً ونعيد النظر بما نقبله، وإن كان هذا الشيء نحن نقبله معناته فيه خطورة، ولازم نسأل حالنا فعلياً ما هي القيم الأخلاقية التي ندعي أننا نحملها كمجتمعات عربية. أيضاً يكون الوعي أكثر لدى المرأة الأردنية ولدى كل المجتمع الأردني حول مثل هذه القضايا. نعم، الرجل ستي قبل المرأة. تكون عقوبات رادعة. نعم إن شاء الله. ونتوقف عن التبرير المجتمعي والقانوني كمان، لأنه في كان عندنا مواد قانونية بتبرر. نعم. بتبرر العنف لما بتقول 308، لما بتقول 98 ثورة الغضب الشديد. نعم. لا صار في عندنا تعديلات على هاي المواد، لكن بالنتيجة إحنا لما نطلع على قانون العقوبات نطلع على فلسفته اليوم كل الاعتداءات الجنسية بتيجي تحت فصل حماية الأخلاق والعرض، إنه هو مش جاي يحمي المرأة، مش جاي يحمي الضحية. حتى في جريمة التحرش الجنسي رفض المشرع استخدام جريمة التحرش الجنسي، قال الفعل منافي للحياة. ليه؟ لأنه هو هدف المشرع حماية الحياة مش حماية الإنسان، مش حماية المرأة. نبل أنت امتقاط على يعني وجه الجد صح الوصف من قبل مجلس النواب. شكرا للدكتورة. شكرا دكتورة سلمى من العامة. كل المنظومة إن شاء الله الأمين العام لل بدنا تقييم لكل منظومة الحماية إن شاء الله، ولما بنكون أمام جريمة بشعة بهذا الموضوع يكون. نعم. في تحقيقات مستقلة وإعلان نتائج التحقيقات ومعاقبة الأشخاص اللي بيثبت أنهم مقصرين. شكرا لك أستاذة إيفا أبو حلاوة مديرة مركز ميزان القانون محامية فاطمة ضعكليك. شكرا موصول دكتورة سلمى نمس الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة. شكرا لكم، دمتم بخير، بأمان الله.